بهدف خلق منصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة الإفريقية لمواجهة ومكافحة الفساد وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي في هذا المجال، يأتي المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتواكب انعقاده مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي. الرئيس السيسي شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى وألقى كلمة بهذه المناسبة، قدم خلالها خطة طريق تضمن تنسيق الجهود القارية على كافة الأصعدة لمكافحة الفساد، والذي بات أحد أهم المعوقات التي تقف أمام تحقيق التنمية المستدامة وتطلعات شعوب القارة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في مصر، وأن أتوجه لكم بجديل الشكر لحرصكم على المشاركة في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي يأتي انعقاده في مصر، إيماناً بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وكذا أجندة أعمال الاتحاد الإفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعاً بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول. وقدم الرئيس السيسي عرضاً لجهود مصر في مجال مكافحة الفساد اتساقاً مع الجهود الدولية في هذا الصدد، داعياً إلى نقل الخبرات المصرية الناجحة في هذا الإطار مع الأشقاء الأفارقة. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه، باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته دعم مصر لكل الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون للقضاء على الفساد في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين والإقليميين. إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الإفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور. وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الإفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية. وتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات المنتدى التي تستمر لمدة يومين بمشاركة وفود من 51 دولة إفريقية وأربع دول عربية تشارك كضيوف شرف، هي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن. كما يشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد بحضور أكثر من 200 مسؤول إفريقي رفيع المستوى. علاء رشوان، النيل. برحب بحضراتكم مرة تانية. حديثنا متواصل عن التحدي الأكبر لكافة الدول، وهو مكافحة الفساد. هذا التحدي اللي بيشكل معركة داخلية الحقيقة بشكل متوازي مع حركات للإصلاح الاقتصادي أو حتى للعدالة الاجتماعية وإرساءها داخل مصر. تجربة مصرية بالطبع
فريدة في مكافحة الفساد، مراكز متقدمة حصلت عليها مصر في جهودها لمكافحة الفساد. تود مصر بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي نقل هذه التجربة للدول الإفريقية المختلفة، وأيضا التعاون فيما بينها للقضاء على هذه الظاهرة داخل المؤسسات للحفاظ على مقدرات الشعوب وتقديم الأفضل لشعوب القارة الإفريقية ودولها. سيادة المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، ضيفة كريمة معي في هذه الوقفة الحوارية. أنا برحب بك سيادة المستشارة. أهلا وسهلا. أهلا بك. المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد على الأراضي المصرية، حضرتك شايفة الانعقاد إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أقول إن الفساد سرطان يهاجم جميع المجتمعات الحديثة، ويترتب عليه إخلال بخطة التنمية المستدامة في الدولة، إخلال بالخطة الاقتصادية، سوء توزيع الدخول بحيث يبقى فيه مجموعة دخولها عالية جدا وجزء تاني فقير جدا، كمان بيخل أصلا بالديمقراطية. فكانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2018 في القمة الإفريقية بعقد مؤتمر لمكافحة الفساد يعقده الاتحاد الإفريقي، دي كانت مبادرة هامة جدا جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة للقارة الإفريقية وبالنسبة برضو لدول العالم. أنا شايفة المؤتمر ده مهم جدا لعدة أسباب. أول حاجة إنه هو هيشجع الدول الإفريقية إنها تعتمد برامج وخطط لمكافحة الفساد. اتنين، هيخلق نوع من التواصل المعرفي بين أنحاء القارة بشأن الممارسات الناجحة في الفساد. أيضا هيخلي مصر تنقل تجربتها، ودي مهمة جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل، في مكافحة الفساد للدول الإفريقية، لأن حضرتك عارفة القارة الإفريقية فيها تدفقات أموال غير مشروعة تساوي 50 مليار جنيه، غير مشروعة. فتصوري حضرتك الخمسين مليار دي لو استخدمت في دعم خطة التنمية والخطة الاقتصادية بتهدر، فده طبعا هيشجع على ان يعني هذه الاموال هتحاصر الى حد كبير. فعن طريق برضو ان مصر هتنقل تجربتها، واحنا هنتكلم عن التجربة المصرية في مكافحة الفساد، وهي طبعا تجربة رائدة وناجحة ومتعمقة، وكمان يعني كانت بكفاح، يعني مش كده يعني مش عملية بسيطة، طريق يعني طويل طبعا، طريق كفاح طويل، والحقيقة مش طريق سهل. وكمان هيشجع الدول الإفريقية على إنها يبقى في بينها وبين شركاء إفريقيا الدوليين جسر لمكافحة الفساد. كمان هيشجع التنظيمات الحكومية بين الدول دي على التعاون في مجال نقل الخبرات في مكافحة الفساد. فطبعا المؤتمر حراك، المنتدى طبعا عايزه اقول حضرتك هتثمر الحقيقه عن الاجراءات اللي من الممكن تطبيقها او التحكم. يعني انا عايزه اقول ان المبادره لعقد هذا المنتدى تعتبر طفره عميقه في مكافحه الفساد في افريقيا. طيب، جلسات عدة بتعقد على مدار يومين، سواء النهاردة أو في الغد اللي بتستمر فعالياته بالطبع، فيها دور الإعلام ودور التكنولوجيا. أيوة. إزاي يقدروا يلعبوا دور في هذه الحرب، يعني كأدوات للتسليح سواء في المكافحة أو في التوعية؟ هو طبعا الإعلام مهم جدا جدا، لأنه عليه أدوار كتيرة، يعني مش حاجة واحدة بس. أول حاجة عليه إنه يعني يعمق التوعية للمجتمعات الإفريقية بمخاطر الفساد وإزاي تأثيره على التنمية في الدولة. اتنين، ممكن برضو في على فكرة نوع من الصحافة اللي هي الصحافة بيسموها الاستقصائية. هذه الصحافة أو الإعلام الاستقصائي ده بيبقى فيه اتصال بينه وبين الهيئات المكافحة للفساد في الدولة، الأجهزة الرقابية. فبيبقى هو حلقة وصل بينها وبين الجمهور لتقديم يعني الجرائم أو المعلومة بطريقة يمكن مبسطة للجمهور عن
أدوار هذه الأجهزة المكافحة. كمان ممكن عن طريق الإعلام عقد دورات تدريبية للتوعية بالفساد، ممكن برضو التوعية بأسس القوانين الجديدة لمنع الفساد، ممكن كمان إن الإعلام برضو بطريقة مبسطة يبين دور المؤسسات المكافحة للفساد حتى يلجأ إليها المواطنين، ما يبقوش مخضوضين، ما يبقوش خايفين. كمان برضو يعني يوضح التوعية، نقاط كتيرة، توعية نقاط كتيرة كيف يلجأ للمؤسسات اللي بتكافح الفساد، المؤسسات الرقابية. طيب افرض موظف وخايف ان هو لو تقدم الرئيس بتاعه ينكل بيه، طب لا، ما هو في لسه حاجات حديثه اتعملت لحمايه المبلغين والشهود في جرائم الفساد. كل ده طبعا بيبقى دور الاعلام منظومه مهمه تشريعيه لمكافحه الفساد، وبالطبع بتنطلق من الاهمل لسه ما اتكلمناش عن المنظومه وحضرتك ما نخلطش يعني. لا معلش، بس انا كمان انا كمبلغه عن حالات فساد انا عايزه حمايه، هل ده متوفر؟ حاليا اصبح متوفر. يعني احنا بتقولي منظومه تشريعيه، احنا دلوقتي حاليا في المنظومه الاعلاميه، عشان لسه بقى هنخش على المنظومه التشريعيه دي ليها شغل تاني خالص. ما احنا حديثنا متواصل يا فندم لسه مع حضرتك طبعا. بس الصوره المتكامله. طيب ابرز التحديات ايه؟ هل الفساد الاداري؟ ابرز التحديات بالنسبه لمصر، طبعا عدة حاجات كتيرة. أول حاجة طبعا أسباب اقتصادية، إنه يمكن مش هخجل أقول ضعف المرتبات، ضعف الدخل القومي للمواطن، ده بيؤثر إلى حد كبير. في بقى أسباب بعد كده إدارية، إنه كان بس دي أنا عايز أقولك إن الأسباب دي عولجت، دي كانت أسباب. يعني الأسباب الإدارية كان طبعا القانون الخاص بالجهاز الإداري للدولة كان فيه يعني لم يعد يلاحق التطور الجذري الذي لحق بالمجتمع المصري، ولا التطور الذي لحق بالوظائف، ولا التكنولوجيا الحديثة. فبرضو القانون ده، وبعدين برضو ما كانش فيه آلية متعمقة لسياسة الثواب والعقاب بالنسبة للموظفين. دي كلها النواحي الإدارية. يعني هل أقول كل سبب وكيف تم معالجته، ولا نقول الأسباب؟ أبرز الأسباب طبعا، ولا نقول الأسباب الأول والمعالجة بعدين. برضو التشريعات كانت مهم جدا إنها تتحدث، وتشريعات تتحدث وتشريعات جديدة تصدر. برضو كان في حاجة اسمها الصناديق الخاصة، يعني تبص تلاقي كل مؤسسة أو جهة إدارية أو محافظة لها صندوق خاص. الصندوق الخاص ده بيبقى فيه هبات وبيبقى فيه دخل، ما بيخضعش لرقابة الدولة. فأصبحت هذه الصناديق إلى حد كبير، لأنها غير خاضعة لرقابة الدولة، بتمثل نوع، ومش عارفين الأموال اللي فيها دي بتروح فين ولا بتيجي منين. فدي برضو كانت من الأسباب اللي بتشجع على الفساد. طب خلينا نبدأ منها، الدولة المصرية تعاملت معها إزاي؟ هقولك. أول حاجة بالنسبة لترهل الجهاز الإداري للدولة، وكانت اختصاصات بتدخل في اختصاصات وضعف الرقابة فيه، فطبعا هو صدر قانون جديد، هو قانون الخدمة المدنية الجديد، وده نظم حاجات كتير جدا جدا في الجهاز الإداري، وأدخل التكنولوجيا الحديثة، وأدخل أنواع من الرقابة ما كانتش موجودة، وأنشأ وحدات رقابة داخلية في كل جهة. فطبعا يعني إلى حد ما مشكلة الجهاز الإداري اللي كان مترهل أصبح إلى حد كبير جدا يعني في طريقها الى الحل. طبعا نمره 2، اهم حاجه اللي هي القوانين، اللي هو تحديث البنيه التشريعيه للدوله. دي مهمه جدا، عده بقى نقاط تحتها. يعني انا حدثت مثلا اصدرت قانون لل الجهاز الإداري للدولة، حاولنا نتلافى كثير من الثغرات اللي في القانون القديم واللي كانت بتؤدي إلى الفساد. نمرة 2، قانون تاني مهم جدا جدا،
كيفية دعم المؤسسات المكافحة للفساد، يعني زي النيابة الإدارية، هنجد أنه في طفرة في القانون بتاعها، طفرة في الدستور بشأن اختصاصات النيابة الإدارية، زادت اختصاصها عشان تقوم بدور كامل في محاربة الفساد، أصبح ليها دور جامد في توقيع الجيزة وسريع. دي بالنسبة للنيابة. بالنسبة مثلا للرقابة الإدارية، دي طبعا القانون يعني الخاص بها تم تحديثه بشكل كبير جدا جدا جدا، دي صلاحيات كبيرة في عملية صلاحيات كبيرة والضبط. وهي فعلا أثمرت أن الرقابة الإدارية بتقوم بدور فعلا عميق ورائد في مكافحة الفساد. يعني أنشأت برضو تبعها الهيئة الوطنية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعقد التدريبات والمؤتمرات والدورات التدريبية لمكافحة الفساد. ده بالنسبة للقوانين. في أيضا كمان قوانين تم تحديثها زي قانون الكسب غير المشروع، ده أيضا تم تحديثه. في زي قانون الإجراءات الجنائية تم تحديثه عشان يواكب التطور الجذري الذي لحق بالمجتمع المصري، عشان تبقى أحكامه بتتضمن السرعة والفعالية. كمان قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات تم تحديثهم لتحقيق العدالة الناجزة. يعني لازم بسرعة جدا أنه الشخص اللي ارتكب جرائم الفساد ياخد جزاءه بسرعة، ما تعودش بقى لما الجمهور ينساها. مش بس العقوبة يجب اللي هي تقع عليه كمان، عشان يعني من تسول لها نفسه القيام بنفس الفعل أن هو يبقى رادع. برافو عليك. احنا بقى بنقولها ايه بالقانون؟ ردعا له وزجرا لغيره. برافو عليك. فده بالنسبة للقانون. غير كمان دعم المؤسسات اللي هي زي النيابة الإدارية وزي الجهاز المركزي للمحاسبات وزي الرقابة الإدارية، كل دي أجهزة مكافحة للفساد. فطبعا غير دعمها دي كمان لسه في كمان دعم الأشخاص، حاجة اسمها دعم القدرات بتاعت اللي بيعملوا فيه، يعني دعم قدرات رؤساء النيابة والمستشارين ورؤساء النيابة. بمعنى إيه النيابة؟ من ناحية إيه دعم القدرات؟ دعم القدرات من ناحية إنك إحنا بتعقد دورات تدريبية في مركز الدراسات القضائية توضح كيفية سرعة التعامل مع جرائم الفساد، سرعة إصدار الأحكام، تجلي الجريمة من جميع الجهات. يعني يبقى رئيس النيابة اللي بيحقق القضية كفء لذلك، يعني في كفاءة مؤهل بشكل مؤهل جيد. لكن هل أنا بتواجهني مشكلة تعريف الفساد بشكل جامع مانع زي ما بيقول؟ يعني هو أنا ما أقدرش أعرف الفساد بشكل جامع مانع، يعني لكن احنا بنقول أمثلة لجرائم الفساد. يعني أمثلة هقول لك دلوقتي حالا في الكلام. يعني مثلا من ضمن القوانين الحديثة، أنا عاملة مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، أنماط جديدة بقى من القوانين، يعني غير القانون الجنائي وغير قانون المرافعات. يعني طبعا ده مش من عندياتي، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كان فيها التزامات على الدول اللي صدقت على هذه الاتفاقية إنها تصدر قوانين لمكافحة الفساد. فأنا فعلا لأني أنا شرفت إن أنا كنت عضو في الوفد المصري اللي بيحضر هذه الاتفاقية. كل سنتين الأمم المتحدة بتعمل مؤتمر لحضور، بتشوف الدول نفذت التزاماتها إيه الجديد. فمن اطلاعي على تجارب الدول كلها، ففعلا أنا وضعت مشروع يا رب يشوف النور، وكان نفسي هذا القانون ينطلق في المؤتمر ده ويبقى برضو يعني كمثل للدول الإفريقية. فعشان ده سؤالك عشان الفساد. التعريف. القانون التعريف. ده بيتكلم عن إيه؟ الباب الأول فيه بيتكلم عن جرائم الفساد زي ما تقول. ما قدرناش نحط تعريف جامع مانع، لكن قدرنا نحصر إلى حد كبير جدا أمثلة لجرائم. يعني مثلا التهرب الجمركي، الاستيلاء على المال العام، اختلاس المال العام، الرشوة، التزوير، دي الحاجات يعني الظاهرة. أو في بقى بعد كده كمان
نفس الموظف العام اللي ما بيأديش عمله، اللي بيهمل إهمال جسيم في أداء عمله مما يعوق توصيل الخدمات إلى المواطنين، ده بيعتبر بيروقراطية ونوع كبير برضو من الفساد. فأنا حاولت في هذا الموضوع إن أنا أجمع أكبر قدر من جرائم الفساد القديمة اللي معروفة، وطبعا في الحديثة اللي هي غسيل الأموال والكسب غير المشروع، حاجات كتير حديثة كأنماط، لكن برضو إلى الآن لم نحصر جرائم الفساد كلها. يعني صعب صعب وبعدين قلنا مين اللي يخضع؟ تاني باب، من هو الموظف الذي يطبق عليه هذا القانون؟ توسعنا جدا، أنا توسعت في الموظف عشان أدخل أكبر قدر من يعني العاملين في الدولة تحت طائلة هذا القانون. يعني ما اقتصرتش على الموظف العام، قلت الموظف العام والموظف في الشركات وفي الجمعيات التعاونية والعمد والمشايخ والأجهزة الإدارية للدولة، يعني أدخلنا والمحامين واللي بيعملوا في النقابات، يعني أدخلنا حتى دخلت فيها، ودي حاجة حديثة أدخلتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اللي هو الموظف الدولي اللي موجود في الموظف الدولي. يعني أنا عندي في مصر مثلا موظف دولي وارتكب جرائم فساد، لا أنا بقى من حقي إن احنا أقدر إن أنا أحاسبه طالما هو على أرضي؟ على أرضي، وغير كده كمان أقدر أتتبع المواطنين التانيين اللي ارتكبوا جرائم فساد خارج الدولة. ثالث حاجة في القانون ده أنا هقوله لك بسرعة، يعني إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودي مش هيبقى عملها زي الرقابة الإدارية أو النيابة الإدارية، لا دي زي ما أنت سألتيني أول سؤال كيفية قيام الإعلام بدوره، هتتواصل مع الإعلام، هتتواصل مع منظمات المجتمع المدني، هتعقد الدورات، هتحاول في بعض جرائم فساد ممكن التفاوض فيها، يعني يرجع اللي خده مقابل إنه يرجع اللي خده مقابل ان الدولة يعني نخفف العقوبة مثلا عليه. ثالث باب بقى هيكون عن العقوبات ازاي، وعن برضو السؤال اللي انت سألتيه بتاع حماية الشهود، ازاي انه في آلية معينة لحماية المبالغين والشهود، وبعدين في كمان ازاي بتشدد العقوبة كلما هي جهود عالية. دي واحد بس اكملها، هكمل بس فضلي. معلش عشان ما نقطعش المعلومة فضلي. وازاي ان هنا بنشدد العقوبة كل ما عالي، دي الحاجات الجديدة اللي انا عايز اقول، كل ما عالي مركز الموظف في الدولة. رابع بقى باب وهقوله بسرعة جدا، ازاي ان احنا نحصل على استرداد اسمه اسيد ريتيرنز وفقا للاتفاقيه، ازاي استرداد الاموال اللي سربت من مصر، كيفيه استعادتها لمصر مره اخرى عن طريق اليه معينه دوليه طبعا مذكوره في هذا انا بشكر حضرتك اكيد جهود حثيثه للدوله المصريه ومنظومه متكامله للمكافحه والمواجهه وايضا للوقايه من الفساد. أنا بشكرك جزيل الشكر سيادة المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة. موجز الأنباء مع زميل أيمن السيد، ونستكمل من القاهرة بعد.